بسم الله الرحمن الرحيم. حياة الذاكرين، هدفنا تصفية قلبك وروحك، تصفية عقلك وذهنك. هدفنا انك تهدى، تسكن، طفي المكان اللي داير. قرب من ربنا، غمض عينيك، عيش حالة روحية جميلة مع الله. 20 دقيقة بس كل يوم كافية انها تظبط حياتك ومزاجك واحساسك وقربك من ربنا سبحانه وتعالى. انت محتاج تهدى، انت محتاج تصفي ذهنك وروحك. الدنيا متعبة واحداث الدنيا قاسية واحنا بنتعب، والعصر اللي احنا عايشين فيه مرهق. انت محتاج كل يوم اهدى. 20 دقيقة مع ذكر الله كفيلة انها تعبر بروحك من حدود الزمان والمكان لتصل الى الله، الى حب الله، الى الهدوء، الى السكون. انت محتاج، انت محتاجة، انت هتتعبي كده لو ما بدأتيش تجربة ذكر الله. هتعاني كتير في الحياة. الذكر ده دواء الحياة، الذكر ده مرهم يداوي الجراح. وعشرين دقيقة كل يوم مش كتير، بس لازم على الأقل 20 دقيقة، مش 2 ولا 3. هو زي ما تروح للدكتور ويقولك الدواء تاخده جرام كل يوم، فتروح تاخده نص جرام وترجع تقول له انا ما خفتش، يقول لك انا قلت لك خده جرام كل يوم. في طريقه لتصفيه ذهنك وروحك مع ذكر الله تخليك عايش اسعد. بس العجيب اللي انا هقوله النهارده، مش عايش اسعد في الدنيا وبس، لو في الاخره كمان. ايه اكتر حاجه انت بتخاف عليها بعد ما تموت؟ يا ترى هيحصل لي ايه؟ يا ترى روحي دي هتبقى عامله ازاي؟ الموت أحياناً بيكون مخيف في حد ذاته، لكن ما بعد الموت أحياناً لأنه غامض مبهم بيكون مؤلم أكتر وبيخوف أكتر. هيحصل إيه لروحي؟ هيحصل لي إيه؟ أنا عايز أطمنك النهاردة، والله بشرة جميلة، والله طمأنة، ما بعدها طمأنة لرحلة روحنا بعد الموت. النهاردة أنا عايز أقول لك إنك مع ذكر الله هتعيش حاجة اسمها أفراح الروح. أيوة، أفراح الروح بعد الموت، أكتر حاجة تطمنك على مستقبل روحك بعد الموت، تهديك وإنت في الدنيا لما بعد الموت. لما بنيجي نموت، ملك الموت ما يهموش الجسد. خدوا الجسد حطوه ادفنوه، مش قضيته، هو عايز الروح، حتة الكريستال الرقيقة اللي جوانا اللي ربنا أودعها فينا، نفخة السماء، نفخة من الله سبحانه وتعالى. هو عايز الروح، الحتة الشفافة الرائعة اللي جوانا. طب إيه وضع الروح؟ اسمع البشرة الحلوة دي، اسمع المفاجأة الجميلة دي. من كان له ورد لذكر الله، ورد يعني كل يوم محافظ على عدد معين من ذكر الله، من كان له ورد من ذكر الله في الدنيا بقيت روحه تسبح بعد الموت في ملكوت السماوات. يا نهار أبيض، بعد الموت مفيش عبادة، مفيش صلاة وصوم، بعد الموت مفيش حج وعمرة، خلاص الروح رفع التكليف، ما عادش فيه أوامر إلا الذكر. لأنه هيبقى متعة الروح، لأنه هيبقى فرحة الروح، لأنه هيبقى طمأنينة الروح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مين قالك في الدنيا بس وبعد الموت؟ تخيل أنت كنت محافظ كل يوم ربع ساعة ولا تلت ساعة طول ما أنت عايش، أغلب الأيام أو كل الأيام على ذكر الله، مش في رمضان وبس. تخيل تموت وروحك ترفرف في السماء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله. الروح بعد الموت بتشوف كل حاجة. لقد كشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد. شايف الملائكة، شايف ملكوت السماوات، عرفت الحقيقة، رفعت عنك الحواجز، انت شايف. لكن مع ذكر الله انت شايف وفرحان وبتسبح. تخيلوا يا جماعة وانت قاعد بتقول لا إله إلا الله، تتخيل ان روحك هتفضل تقول كده بعد الموت. اي طمأنينة، اي رضا، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس اللي كانت عمالة تقول الحمد لله الحمد لله وعندها ورد ذكر كل يوم تسري في السماء، الحمد لله الحمد لله. في تأمين إيه لمستقبلك أكتر من كده؟ يا بنات يا اللي بتخافوا من الموت، طمأنينتكم
مع ورد ذكر كل يوم تلت ساعة، تسري الروح إلى السماء مطمئنة. في أجمل من كده؟ العجيبة مش كده وبس، إن العجيبة إن كمان في الجنة مفيش عبادات. إحنا في الجنة مش مأمورين بالعبادة، مفيش صلاة وصوم في الجنة، بس في ذكر. معقولة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. زي ما أنت بتتنفس، أهل الجنة يلهمون. مش تكليف، ده هم مستمتعين. أصل الجنة من حلاوتها طول ما هم ماشيين في الجنة: الله الله الله، سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر. يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. الذكر هو العبادة الباقية لروحك بعد الموت. حرام حرام تحرم روحك من لذة السعادة والفرحة بعد الموت لأنك مكسل 20 دقيقة كل يوم. من كان له ورد ذكر في الدنيا كان له ورد ذكر الروح حتى يلقى الله ويفرح بها في الجنة. يقول الإمام الشافعي: يأتي الناس يوم القيامة فيجدون كنوزا من الحسنات، يقولون: ما هذا يا رب؟ فيقول لهم: هذا ذكركم لي. أنتوا ناسيين قول الله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مش أجر عادي، أجر عظيم مضاعف للذاكرين والذاكرات. عيش مع ذكر الله، ادي روحك حقها لتسعد بين يدي الله بعد الموت. يا رب طمن قلوبنا باستمرار ذكرك حتى نلقاك. تعالوا نبدأ تجربة الذكر. مين ينوي معايا ويرفع إيده: هحافظ على ذكر الله كل يوم، مش هوقف الذكر أبدا. إيه الطريقة؟ وقف التشويش، عيش التجربة كالتالي: لسان وعقل وقلب، منظومة التلاتة يتحركوا مع بعض. اللسان بيقول: أستغفر الله، فالعقل شايف شريط للتقصير في حق الله، فالقلب ينفعل ويقول له: سامحني. اللسان بيقول: الحمد لله الحمد لله، فالعقل شايف شريط لنعم الله، فالقلب ينفعل ويقول له: متشكر. اللسان بيقول: لا إله إلا الله، فالعقل شايف شريط لعظمة ربنا في الكون، فالقلب ينفعل ويقول له: بحبك. ده الذكر اللي يشتغل. ليه 20 دقيقة؟ علشان أول 10 دقايق لسه جاي، أنت جاي بتشويش الحياة، محتاج تفضي الأول تخلية من الشوائب لتعبر الروح. في 10 دقايق التانية تمتلئ الروح بمحبة الله. محتاج 20 دقيقة عشان تعدي الكبري ده من إزالة التشويش إلى ملء الروح. تخلية وبعدين تحلية، ملء الروح بالمحبة لتمتلئ بالمحبة بين يديه يوم القيامة. ايه الورد اللي نحافظ عليه كل يوم ونتفق عليه ونتواعد عليه؟ 700 تسبيحة ياخدوا وقت قد ايه؟ 15 دقيقة، اقل من 20 دقيقة. 100 استغفار، 100 لا اله الا الله، 500 الباقيات الصالحات. سبحان الله 100، الحمد لله 100، لا اله الا الله 100، الله اكبر 100، لا حول ولا قوة الا بالله 100. الخمسة دول اسمهم الباقيات الصالحات. حافظ على 700 تسبيحة بإحساس، بعيدا عن التليفون، في مكان جميل. أصل المكان الجميل بيخلي العقل يوقف التشويش، بيجبره أقف ليستوعب حلاوة المكان فيمتلئ بالمحبة. سطح بيتكم مكان مناسب جدا، بلكونة، ممشى حلو. يلا تبدأوا معايا التجربة، يلا قولوا معايا، قولوا معايا: سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كل اللي أنا قلته دون موجود في هذا الكتاب حياة الذاكرين، والبرنامج ده تمهيد لعمل كبير في رمضان استنوه، هيكون منازل الروح. كملوا وعيشوا معايا دلوقتي ذكر. السلام عليكم، أنا أسار مصطفى، حابة أشارك تجربة شخصية ليا عشتها أنا وجروب صغير من الناس لمدة تقريباً بقالنا 4 أو 5 شهور. كنا اتفقنا إن احنا هنحافظ كل يوم على ورد يومي من الذكر لمدة تقريباً ما تعديش التلت ساعة. اتحمست جداً بصراحة في الأول للموضوع، على فكرة إن احنا هنعمل ده مع بعض بشكل يومي مع صحبة كويسة هتشجعني على إن أنا أستمر على ده كل يوم، من باب إن أنا محتاجة الأجر ومحتاجة الثواب، عارفة قد إيه ده عند ربنا سبحانه وتعالى حاجة كبيرة. كنت متحمسة جداً للموضوع في الأول، وفعلاً عملنا ده والحمد لله محافظين على ده لحد دلوقتي. بس اللي عايزة أقوله إن أنا من بعد فترة قصيرة مش طويلة من أنا محافظة على التلت ساعة دي، شفت اختلاف في حياتي بشكل ما، او على يوم اليوم اللي انا بعت فيه التلت ساعة دي مع ربنا سبحانه وتعالى. بقيت بشوف ان انا اليوم ده انا عاملة حساب لكل كبيرة وصغيرة انا بعملها في بقيت يوم، او بقيت كل حاجة انا بعملها في بقيت اليوم انا بفكر فيها الاول، مش عايز اعمل حاجة تغضب ربنا. بقيت احس اليوم اللي انا بذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى ده بالوقت ده، بقيت حاسه ان انا اليوم ده مش عايزه اكمل بقى اي حاجه تانية وحشه في حياتي في اليوم ده. ببقى حريصه قوي على كل عمل بعمله في الايام اللي انا بقيت اذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى. فالموضوع اتحول معايا بصراحه، بدل ما بقيت انا بس عايزه اعمل ده عشان انا عايزه اخد اجر وثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى، بقيت فعلا انا محتاجه النص ساعه دي في حياتي، بقيت انا محتاجاها، حاسه ان هي بتحفظني، حاسه ان هي حفظ وصون ليا بقيت يومي، حاسه ان ربنا سبحانه وتعالى فعلا اليوم اللي انا بعط فيه النص ساعه دي مع ربنا هو حافظني بقيت يومي مع ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا وائل مصطفى، مصري مقيم في دوله الكويت. تجربتي مع الذكر بدات عندما كنت اشاهد برنامج فاذكروني، وعندما كنت اشاهد البرنامج في العام الماضي الذكر حياه، اعبد الله كانك تراه. بقيت بعبد ربنا أفضل مما كنت أعبده، بقيت أستشعر حلاوة لا إله إلا الله، ما بقيتش أحمل هم الرزق ولا أحمل هم الخوف من بكرة، لأني عرفت إن المستقبل وإن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ما بقيتش أخاف على أولادي، لأني دايما كنت بدعي ربنا أقول يا حفيظ احفظ أولادي. ما بقيتش أحمل هم الخوف من بكرة أو الرزق من بكرة أو بكرة هيحصل في إيه، لأني دعوت ربنا باسمه الوكيل، وكلت الأمر لله سبحانه وتعالى. عرفت ان انا مخلوق ربنا سبحانه وتعالى نفخ فيا من روحه، فلما اعيش في ظلمات الحياه او الحياه تاخدني في ظلماتها، بدات ان انا ادعي ربنا سبحانه وتعالى باذكاره، فاحسست ان انا خرجت من الظلمات الى النور. الذكر تجربه رائعه جدا، وما اجمل انك تستشعرها بقلبك وبجوارحك. شكرا ليكم.